المشتبه فيه الرئيسي في القتل الآن بقبضة الأمن، وهناك إجراءات أمنية تتخذ بتعليمات من عضوفتك مباشرة. تفضل سيادتك. الله يعطيكم العافية. نعم، على أثر حادثة القتل في إطار الجامعة الأمريكية كان هناك تداعيات خطيرة مست بكرامة الناس، وتم إغلاق شوارع وتم الاعتداء على سيارات فيها أطفال وفيها نساء وفيها موظفون، وبالتالي كان لابد من هذه الإجراءات. والمبرر الذي سمعنا أن بدهم يبين القاتل، بدهم إجراءات عشائرية اعتراف بالحق، وهذا كله تم إبلاغهم رسميا بكل هذه التفاصيل، وتم الدفن اليوم. ولكن بعد الدفن كان هناك عدد من الزعران، خلينا نقولها بصراحة، الزعران وخارجين عن القانون، وأنا أؤكد لك أنه كان هناك أشخاص من مناطق أخرى شاركت في إغلاق الشوارع وشاركت في الاعتداء على أبناء المؤسسة الأمنية، وشاركت في تدمير بعض سيارات الأمن، وهذا أمر لا يمكن الاستمرار في السكوت عليه. كان لنا لقاء ظهر هذا اليوم مع المؤسسة الأمنية، اجتماع الهيئة الأمنية، وكان الموقف واضح وصريح بضرورة التعامل مع كل الخارجين عن القانون ومع كل من يحاول المس بالنظام والأمن العام، وهذا ما تم مساء هذا اليوم. أبناء المؤسسة الأمنية اللي احنا بنحييهم واللي احنا بنعتبرهم حماة لهذا المشروع وحماة لكرامة المواطن الفلسطيني، الآن يتعاملون مع المجموعات المسيئة التي أساءت حقيقة لدم المرحوم خليلي، وأساءت لجدع، وأساءت لكرامة الشعب الفلسطيني بشكل عام. الآن الشوارع مفتوحة والأمن يقوم بالتعامل مع كل هذه المظاهر، إضافة إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي تتالت علينا وتوالت علينا بعد إعلان وفاة ابن خزيمية الذي توفي على اثر اطلاق النار عليه قبل شهر، ايضا في مشكله عشائريه. والان الامن منتشر ايضا في قضاطية ويقوم بواجبه، واتمنى السلام للجميع، وان شاء الله انه هذا الامر ينتهي باسرع وقت ولا يكون هناك هذا الاحتكاك السلبي الذي بدا يستشري في مجتمعنا الفلسطيني. اطوفتك، يعني خلال اليومين الماضيين ظن البعض ان هناك تراخي امني في جنين نتيجه للسماح لبعض المواطنين والزعران كما وصفتهم باغلاق الشارع، لكن اليوم الرساله واضحه والرساله معاكسه تماما. يا سيدي، المؤسسة الأمنية والمجال الدولي في هذا البلد، نحن ننظر إلى ما يحدث في الشارع الفلسطيني وننظر إلى أبناء الشعب الفلسطيني، هم أبنائنا، وبالتالي طريقة التعامل معهم مختلفة عن طريقة التعامل مع أي جهة أخرى. وبالتالي عندما يكون هناك حدث بهذا المستوى ويكون هناك حالة من الغضب، نحاول امتصاص الناس ونحاول بعث رسالة لأهلنا في كل المناطق، وتحديدا ممن ظلم ابنهم وقتل، وبالتالي يكون التعامل بطريقة مختلفة إلى حد ما، بعيدا عن قسوة، بعيدا عن استخدام العنف، بعيدا عن استخدام الغاز المسيل للدموع. ولكن بعد أن تمت عملية الدفن وأهل الذوي الفقيد أعلنوا بشكل واضح وصريح أننا سنفتح بيوتنا لاستقبال المعزين، وأن من يخل بالنظام العام في الشوارع نحن لسنا مسؤولين عنه ولسنا على علاقة بهذا الأمر، كان لنا مطالب ومطالبنا وصلت إلينا. إذا الرسالة هي أيضا لأبناء المؤسسة الأمنية على أن لابد من أن نكون حازمين وصارمين في التعامل مع كل الظواهر، ظواهر الخروج عن القانون، وهذا ما حصل مساء هذا اليوم. نعم، طيب، يعني متى متوقع أن تفتح الجامعة الأمريكية أبوابها، أو هل هناك تنسيق بينكم وبين الجامعة لتحديد يوم بعد إنهاء كل المطالب لذوي المرحوم والمتوفي والتواصل مع مؤسسات قرية جبع وعشائرها والتفاهم وإعلان عن أسماء الأشخاص اللي شاركوا في جريمة القتل؟ يعني كل الإجراءات سواء العشائرية أو القانونية تم اتخاذها، ما هو الهدف من إغلاق الجامعة حتى هذه اللحظة، وهل هناك تنسيق بينكم وبين الجامعة؟
أولا لم يكن لدينا مشكلة لا عند المؤسسة الأمنية ولا عند المحافظ مع أهل وذوي الفقيد خليلي الله يرحمه، مع أصحاب العقل على ما يبدو والتعامل مع المحرضين جميعهم، ووضع حد لهذا السلوك. وفي تقديري أنا ليس لدي معلومات ولم أسمع عن رأي الجامعة النهائي حول هذا الموضوع، لكن في تقديري الدوام سينتظم خلال الأسبوع القادم. شكرا جزيلا عطوفة المحافظ اللواء أكرم أرجوب، محافظ جنين، جهودكم مشكورة. الزعمنة ويحاول فرض رأيه بالقوة سواء بإغلاق الشارع أو تكسير الممتلكات العامة والخاصة في هذه المنطقة بعد أن تم التوصل مع ذوي المرحوم ومع المؤسسات ومع غيرها، أنه تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المشاركين، تم القبض عليهم، سيقدمون للمحاكمة وفقا للقانون، ولكن وتم أيضا دفن الشاب المرحوم بمراسم عسكرية في انطلقت من مستشفيات نابلس باتجاه قريته جبع، ولكن بعد الدفن أيضا صمم البعض على إثارة الشغب وإغلاق الشارع. يعني ما دخل الشارع أن تقوم بإغلاقه؟ ما ذنب الأطفال اللي بيسيروا في هذه الطريق ويتم تكسير المركبات عليهم ويتم الاعتداء على هذه المركبات؟ ما كلهم اشتركوا في هذه الجريمة؟ ولا القاتل استشار الأطفال اللي بدهم يعدوا من هذه الطريق والنساء اللواتي يرغبن بالوصول إلى جنين أو إلى نابلس، وبالعكس في هذه الطريق أن تقوم بإغلاقها والتهجم على المواطنين؟ هذا لا يجوز. الآن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا الأمر وفرضت النظام والقانون في قرية جبع وعلى هذا المفترق. هناك البعض يحاول إغلاقه، ولكن الأجهزة ستتعامل وفقا لما أفادنا به عطوفة اللواء أكرم رجوب، محافظ محافظة جنين. الإخوان في المؤسسة الأمنية كل التحية لكم، يعطيكم ألف عافية. الضباط والأفراد وضباط الصف اللي على مدار عدة أيام لم يذوقوا طعما للراحة ولم يذوقوا طعما للنوم ولم تغفوا جفونهم وهم يقدمون خدمة الأمن للمواطن الفلسطيني، ولكن للأسف التحريض اللي بتحاول فيه بعض الجهات وتحاول فيه بعض الصفحات، طبعا الآن راح يأخذوا من كلامي وأيضا راح ينزلوا يتهجموا علي شخصيا كما حدث قبل عدة أيام. نعم، هذه الصفحات الممولة والتي تدار من خارج الوطن، عندما تبعنا بعضها وجدناها من تل أبيب تبث، ووجدنا بعضها من تركيا وبعضها من أمريكا ومن أوروبا تبث سمومها تجاه أبناء شعبنا من أجل أن يقوم الفلسطيني بقتل الفلسطيني. هذه هي النتيجة، ليس ضعف الأمن وليس الإجراءات التي تتخذ، وإنما بتحريضكم أوصلتم مجتمعنا الفلسطيني إلى هذه الحالة. عندما يفهم الشاب أنه زميله في الجامعة هو كل احترام لحضرتك يا أستاذنا بقتله، وهذا نتيجة للتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا متأكد الآن لو نظرتم إلى أي موقع من هذه المواقع من هذه الصفحات التي تحمل أسماء غريبة، يعني كل احترام الشرطة الفلسطينية أحيانا تحمل أسماء القدس والمقدسات وغيرها والأقصى ومش عارف إيش، كل هذا يعمل على التحريض على أبناء شعبنا الفلسطيني وتبث بسمومها. الآن عندما بدأت الأجهزة الأمنية بفرض النظام والقانون بعد 3 أيام من إغلاق الشارع، أيضا شهدت قبل قليل هجوم من قبل هذه الصفحات على الأجهزة الأمنية، وقبل يوم أمس كانت تتهجم. أين هي الأجهزة الأمنية؟ لماذا لم تفرض الأمن؟ الآن تتهجم على الأمن، لماذا يقوم بفرض النظام والقانون؟ شيء غريب. احذروا هذه الصفحات إخوان، الصفحة التي تدار من تركيا والصفحة التي تدار من أوروبا والصفحة التي تدار من تل أبيب، كل هذه الصفحات دفع لها مئات آلاف الدولارات من أجل أن يقتل الفلسطيني الفلسطيني وأن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بين الفلسطيني ومؤسساته، فلسطيني دم أحمر، خط أحمر يا سيدي، الفلسطيني ومؤسساته، فلسطيني خط أحمر يا سيدي الشيخ. ننسى موضوع التربية، عد إلى المنزل ضاربا ولا تعد مضروبا، هذه الثقافة يجب أن تنتهي. اذهبوا إلى المدارس وشاهدوا أطفالكم وطلابكم في المدارس ماذا يحملون في حقائبهم، السكاكين والخناجر والغاز وغيره. من يشتري هذه الأدوات سوى الأدوات؟ رئيس نقاط، بارك الله فيك يا أولى مكالمات هذه قائد الشرطة في الضفة الغربية، بارك الله فيك قائد الشرطة أخونا لؤي زرقاط.